السلام عليكم. ارفع راسك فوق، أنت يمني حر، لا للاستبداد لا للعيش المر. عندما حضر هذا الهتاف في حناجر شباب الثورة، كان الجميع يترقب المستقبل والتحولات التي على إثرها ستتموضع اليمن مجدداً، بما يحقق الكرامة ليعيش اليمني مرفوع الرأس بعد الانكسار الطويل. بحسب خالد عبد الهادي، ما من ثورة حقيقية إلا وترج الكيان الوطني رجاً عميقاً شديداً، فيظل ينفض أمراضه وعلله حقبة طويلة. وهذا ما تكفلت به ثورة فبراير التي خضت الكيان اليمني كما لم يخطط من قبل، فشرع في لفظ أسقامه إلى السطح منذ 2011، بما فيها من أمراض اجتماعية وعصبيات فئوية صغيرة وطائفية وجهوية. الثورة المضادة والثورة، التسوية والتوافق، الحوار والدستور، العملية السياسية والعملية المسلحة، المرحلة الانتقالية والعدالة الانتقالية، الدولة الاتحادية والأقاليم، الحرية والهوية. هذه الثنائيات وغيرها ما كان لها أن تحضر لولا تحولات ثورة 11 من فبراير، مفتتح التحولات اليمنية في الألفية الثالثة، والتي نعيش السنة السادسة من عمرها. بينما لاقت تلك التحولات ثورة مضادة وانقلابا واجتياحا، أفرز مقاومة شعبية واسعة تسعى لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. في المساء اليمني سنتابع وإياكم ثورة فبراير بين التحولات والعوائق. نبدأ النقاش بعد مشاهدة هذا التقرير. لم تكن ثورة 11 من فبراير لحظة عابرة في تاريخ اليمن الحديث، لكنها لحظة عبور أعلنت صفارة البداية لسير اليمن نحو المستقبل، وإن اعترضت السير عوائق كثيرة وقطاع طرق أكثر. بحسب المراقبين، فما شهدته اليمن من تحولات منذ العام 2011 جميعها مثلت تحديا كبيرا لفكرة الدولة، أدت في نهاية الأمر إلى تغول القوى الظلامية. كانت ثورة فبراير علامة فارقة في مسيرة العمل السياسي اليمني، وألقت بظلالها على حاضر البلاد ومستقبلها. وكانت التسوية السياسية التي تلت الثورة قد مثلت بداية للإفلات من يد العدالة، حين تم تحصين رأس النظام السابق وكافة معاونيه وتأجيل فكرة العدالة الانتقالية، الأمر الذي سمح بارتكاب جرائم أكثر بشاعة بحق اليمنيين. الأداء السياسي للكيانات السياسية الملتحقة بفبراير كان أحد الحلقات المتعثرة في معادلة التحول، التي كانت تسعى لإحداث تسوية اجتماعية مصاحبة للتسوية السياسية تلبي الحد الأدنى من المصالح الاجتماعية للشعب. وخلال السنوات الست من عمر فبراير شهدت الثورة صراعا مع مخلبي الثورة المضادة. الأول كان مغروسا في أحشاء فبراير متمثلا بجماعة الحوثي، فيما كان الثاني مغروسا في أحشاء السلطة والدولة والمرحلة الانتقالية. من الحركات الطلابية والشبابية والنسائية إلى ساحة الثورة، إلى حكومة الوفاق، إلى قاعة مؤتمر الحوار ووثيقته التاريخية، إلى الانقلاب والاجتياح، تماسكت ثورة فبراير وأعادت ترتيب ذاتها مجددا في قلب المقاومة لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. الالتفاف الشعبي الواسع حول ثورة فبراير وتحولاتها، وفي مقدمة التحولات مشروع الدولة الاتحادية، يشير إلى أن ثورة فبراير التي حاولت الثورة المضادة إنهاكها وإعاقة تحولاتها تبدو في ذكراها السادسة قد أنهكت الثورة المضادة وظهرت كما لو أنها مولود جديد يتجدد كل عام. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي الذين ينضمان لنا الآن. الأستاذة نجلاء العمري من نيويورك، رئيسة مؤسسة شراكة الشبابية، تنضم لنا عبر السكايب، وكذلك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أيمن نبيل من ديسردن ألمانيا ينضم لنا عبر الهاتف. أبدأ مع الأستاذة نجلاء العمري. أستاذة نجلاء، لو بدأنا بسؤال مباشر حول أين فبراير مما يدور الآن؟ في البداية أحييكم تحية عظيمة، وأقول كل عام وجميع اليمنيين طيبين بإذن الله في فبراير العظيم. لا نستطيع أن نتحدث عن كل هذه التحولات بمعزل عن فبراير. الحقيقة أن هذا الحراك الرهيب وهذه التحولات العظيمة التي على قدر ألمها وعلى قدر ما صاحبتها من أوجاع،
إلا أن في حقيقة الأمر هي كانت تحولات ضرورية، ولا نستطيع البتة أن يحدث تحول حقيقي في اليمن من دونها. ففبراير هو الذي قاد هذه المرحلة، هو الذي استطاع أن يحطم الصنمية السابقة، استطاع أن يعيد الأمل والاعتقاد بأن هناك إمكانية في التغيير، استطاع أن يصعد قوى شبابية ذات بدمائها الشابة وآلياتها وأدواتها المختلفة برؤاها الفكرية أيضا المغايرة لقيادة مرحلة مختلفة عن المراحل السابقة والتي لم ولن يستطيع أن يقودها سوى الشباب في تلك المرحلة. فيعتبر فبراير هو التحول الحقيقي لكل ما يحدث في اليمن، وهو التغيير الأساسية. طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معي أستاذة نجلاء. أنتقل أو أرحب بداية مرة أخرى بالأستاذ أيمن نبيل الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ أيمن، يعني ثورة، تسوية، مرحلة انتقالية، حوار، انقلاب، في وسط كل ذلك أين النجاح الذي نجحت به ثورة فبراير في وسط كل هذه التحولات؟ أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا جزيلا على هذه الفرصة، وأهنيكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة الثورة المجيدة، ثورة فبراير. بالنسبة للنجاح، الكلام عاد بدري شوي على النجاح، يعني أنه نتحدث الآن عن نجاح ثورة شعبية في كل التجارب التاريخية هذا صعب، ولكن هناك بعض بالتأكيد أن ظروفنا الآن والثقافة السياسية التي نشأت مع خصوصا في القطاعات الشعبية يعني التي صاحبت ثورة فبراير لم تكن كما كانت قبل 2011. هذا أول إنجاز. ثاني إنجاز أنه الناس حست أخيرا أنها تستطيع أن تفعل شيء، هذه الثقة بالنفس التي جاءت للقطاعات الاجتماعية بعد عقود من الدكتاتورية التي عادة ما تصيب الكبرياء الوطني في مقتل يعني تشيع الشعور بالعجز وسط القطاعات الاجتماعية المختلفة. هذا أهم نجاحين لفبراير، تغيير الثقة السياسية، وأيضا في البدايات الثورة طبعا حصلت انتكاسة بعد ذلك بسبب الثورة المضادة وأداء المشترك في المرحلة الانتقالية، حصلت انتكاسة في تحولات الاجتماعية التي كان فبراير قد بدأ في إحداثها في المجتمع اليمني، ولكن البذرة كما قلت من قبل يعني في مناسبة سابقة، بذرة التغير الاجتماعي قد حصلت وفقط تنتظر بعض الظروف الجيدة، وإن شاء الله في مقبل الأيام سنشهد الآثار والنتائج الحقيقية والنجاح الكبير لثورة فبراير. نعم. طيب سأتحول إلى أستاذة نجلاء العمري. أستاذة نجلاء، في يعني خلال الثورة كان هناك نداء بنوع من تحولات مدنية وتركيز على الأفكار المدنية خلال ثورة فبراير، هذه الأفكار أين هي الآن بالنسبة لليمنيين، بالنسبة لمن نادى لها بشكل عام؟ أنا أقول بأن النقاشات حول التحول المدني كانت عميقة جدا في ساحة التغيير وساحة الحرية في صنعاء وتعز، وكان هناك وعي حقيقي لدى الشباب أنه لابد أن يتم التحول إلى المسار المدني الديمقراطي. لذا تكتل الكثير من الشباب في كثير من الائتلافات حينها وتحول إلى تكتلات، وكانت هناك محاولات جادة وقوية للوصول إلى المدى الذي يسمح للشباب في أن يكونوا كتلة حقيقية مدنية تستطيع أن تؤثر في الوضع. أنا أقول اليوم هناك الكثير من المخرجات المدنية التي أسهمت بها بإخراجها فبراير تحديدا، واستطاعت أن تجعل هؤلاء الشباب قادرين على تكوين هذه المؤسسات. هناك الكثير من المؤسسات الشبابية، وأنا أزعم أن مؤسسة شراكة الشبابية التي نعمل من خلالها للتأثير في الشباب وتنميتهم وإدارتهم بقدر ما نستطيع، أعتقد بأنها أيضا هي من رحم الثورة الشبابية التي سهلت للشباب هذا العمل المدني. أيضا هناك الكثير من الأعمال الشبابية القوية قادرة تعمل اليوم في إطار الثورة وفي إطار المقاومة وفي إطار التغيير وفي إطار الإغاثة وفي كل الأطر، وهذه هي أقوى الأعمال التي نجدها في الشارع. نعم. طيب أعود مرة أخرى إلى الأستاذ أيمن نبيل معنا عبر الهاتف من دسردن. أستاذ أيمن، سألتك عن النجاحات، قلت من المبكر الحديث عن النجاحات، إذن هناك نوع من التعثر أو الإخفاقات إن صح التعبير. هذا الأمر يدفعني إلى التساؤل، ما هي أبرز الإخفاقات التي حدثت باعتبار في نهاية المطاف أن
ثورة فبراير يعني مرت بعدد من المحطات أو النقاط التي لم يكن هناك نوع من التحكم الكامل فيها بالنسبة للثوار. نعم، بالبداية علينا أن نوصف لماذا النجاح لا يزال مبكرا. تفضل. النجاح يقاس في أي حركة شعبية، حتى في الحركة الإنسانية، حركة الإنسان نفسه يقاس بالأهداف التي وضعت. عندما خرج الناس كانوا يطالبون، الشعب يريد إسقاط النظام، مش إسقاط علي عبد الله صالح، النظام يعني منظومة الفساد، الثقافة السياسية للنخبة، أنظمة التعليم، الصحة، توزيع الثروة، هذه أمور يعني تحتاج جيل كامل حتى تحل. بالتالي بالتأكيد عدو مبكر نتكلم عن الموضوع هذا، ولكن بالتأكيد إنه المرحلة عادة بتطول أكثر. يعني إذا كنا نحتاج إلى سنوات يعني 20 سنة مثلا حتى نصل إلى هذا الأفق لفبراير، الآن بنحتاج أكثر، لأنه هناك كما تفضلت أنت في سؤالك، يعني افترض في سؤالك وهو صحيح، أن هناك بعض التعثرات. أول تعثر كان عدم مقدرة، طبعا هذا الآن شيء قد شائع يعني في التحليل الجميع للثورات العربية المختلفة، أنه قدرة الشباب على تنظيم أنفسهم كانت ضعيفة. بالتالي من استلم إدارة الدولة، يعني تعرف أنت في أغلب الثورات الشعبية في القرن العشرين كان من قادوا الثورة هم الذين يعني صعدوا للحكم ونفذوا برنامجهم أيا كان بعد ذلك. ولكن في الثورات العربية هذه من ضمنها ثورة فبراير، الشباب لم ينظم نفسه، بالتالي من صعد إلى الحكم كان الملتحقين به، وهم كانوا يعني أبناء مرحلة سابقة بظروف مختلفة في سياق تاريخي مختلف كثيرا يعني. هذا كان أول تعثر. ثاني تعثر أنه القوة هذه أيضا عندما دخلت إلى ساحة الدولة وتعاملت مع الثورة، في البداية قبل الثورة كانت تتعامل بالأفق الإصلاحي، يعني أقصد طبعا الإصلاح السياسي المقابل للثورة ولا أقصد الحزب، يعني مفهوم، كان بالأفق الإصلاحي أنه دع النظام هو الذي يقوم بعدة خطوات وفي النهاية سنصل تدريجيا إلى نظام ديمقراطي وتوزيع عادل للثروة وإلى آخره. أيام الثورة بقوا على نفس التفكير، إصلاح ولكن إصلاح بمقاييس النظام، وهذا أدى بهم إلى الرجعية. بالتالي لا طعن ثورة فبراير يعني في قلبها تماما. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه كثير، طبعا تفضلت أنا أستاذ نجلة من نيويورك وطبعا كلامها مهم، ولكن هناك جانب أيضا كان كان إشكال، وهو أن المنظمات الأجنبية والمبعوث الأممي والنظرة الغربية والأوروبية والأمريكية للواقع اليمني حاولت أن تدعم الجانب المدني على الجانب السياسي، وهذا خطأ كبير. ما كان يحتاجه الناس هو التسيس والانتظام في حركة سياسية حتى يستطيعوا السيطرة على الدولة وتنفيذ مشروعهم، وليس الحراك المدني البسيط العادي. وقد رأينا أن الحراك المدني أوكي قد هو ينفع على مستوى مجموعات، طبعا الحراك المدني، لكن في مستوى التشكيلات الكبرى مثلا، مثل النقابات، من يهتم بالنقابات؟ هذه التشكيلات الكبرى الممتدة على الجغرافيا الوطنية، لكن الحركات المدنية الصغيرة الموجودة في المدن هذه جيدة، و يعني تعطي الإنسان شعور بأنه يقوم بشيء وأنه يساعد المجتمع، وهذا صحيح، ولكن في مستوى الدولة نفسها تغليب المدني على السياسي كان كارثة كبرى. الأمر الرابع والثالث، أتذكر الآن العدد الرابع تقريبا، سلوك عبد الرب منصور هادي، الرئيس عبد الرب منصور هادي واللقاء المشترك إزاء علي عبد الله صالح، وجود علي عبد الله صالح. يعني في البدايات مثلا كانوا يروجون بأن علي عبد الله صالح يستحيل أن يعود للحكم، وبعد أن بدأوا يرون أن النظام يتزلزل وأن الثورة المضادة قادمة، يعني على صوتهم بأن علي عبد الله صالح سوف يعود إلى الحكم، ولكن كان هذا بعد فوات الأوان، لأن علي عبد الله صالح جاء وقد استرد بعض قواعد الاجتماعية التي فقدها أيام فبراير حتى في البيروقراطية، وكانت الأحزاب اللقاء المشترك في نظام حكمها الرجعي، هذا فكرها الرجعي الذي حكم المرحلة الانتقالية، لم تعطي أي إشارة للمجتمع، إشارة أخلاقية. شوف الأخلاق هنا مهمة جدا، إنك كيف تعطي للمجتمع إشارة إنه يثق فيك وأن تحكم، وجودك بحد ذاته لا يعني وجود المشترك بحد ذاته هذا ليس دليلا على شيء، ولا يدفعني لأن أثق بهم أنا كمواطن. هم يعني فكروا بهذه العقلية، وهذا كان خطأ كبير. هناك تعثرات أخرى كثيرة فرعية، ولكن هذه اللمحات الأساسية يعني. نعم، طيب، في سياق ما تحدثت عنه دعنا نشرك معنا في الحوار الأستاذ عبد الباري طاهر الكاتب والباحث، ينضم لنا من صنعاء. مساء الخير أستاذ عبد الباري. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عبد الباري. الآن 6 سنوات مرت على الثورة، ما هي أبرز العوائق التي واجهت مسار الثورة حتى يعني يرى الكثيرون الآن أن هناك نوع من التعثر، نوع من عدم النجاح المكتمل، وإن كان النجاح يحتاج إلى وقت؟
طبعا واضح ان يا اخي الهبه الشعبيه ثوره الربيع العربي كانت في جانب اساسها عفويه وتلقائيه. ثم يعني حصل الانقسام في صفوف الحكم، وجزء من الحكم يعني انهدك الجدار على الساحات، وبالاخص على ساحه التغيير في صنعاء، وامتد الى بقيه المحافظات. الشيء الثالث أن أحزاب اللقاء المشترك بقيادة الإصلاح أيضا يعني نزلت بثقل إلى الساحات، ولم تساعد الساحات على أن تشكل لنفسها قيادة وتشكل برنامج، أصبحت هي أيضا جزء من الإشكالية. الإشكالية أن هذه الانتفاضة التي أيضا البلد كانت حقيقة مفككة، الجنوب يعني في وادي، مناطق مختلفة، ما كانش هناك يعني عمل مؤسسي، عمل قيادي، خطوط واضحة عامة للعمل السياسي. ثم كان السلطة القديم، السلطة ظلت لا يعني ظلت بثقلها بظلالها الكئيبة تلقي بهذه الظلال على الساحات كلها، وظل الحكم. جاءت مبادرة التعاون الخليجي أيضا، وكانت جذرها الأساس توافق ما بين صالح ومحسن على إعادة إنتاج النظام. كانت مبادرة التعاون الخليجي رغم أنها توخت إيقاف الحرب، لكن هي في نفس الوقت أعطت حصانة لصالح، وأعطت شيك على بياض للحكم، وأعفت من المسؤولية، ورفضت يعني لم تقف إلى جانب مشاركة للشباب والمرأة وللمستقلين. كل هذا أسهم في إعادة إنتاج النظام. النظام نفسه الذي انقسم على نفسه وحكم 33 عام عاد من جديد ليحكم أيضا. فهذه هي المأساة. ورغم أن أهم منجز لثورة الربيع العربي هي الحوار وما ترتب على الحوار، مخرجات الحوار ووثيقة الدستور، لكن هذه أيضا كانت محكومة في نهاية المطاف، تغلبت عليها الأطراف التي انقلبت على الحوار وعلى الدستور وعلى مخرجات الحوار، وقادت البلد إلى الكارثة. يعني هذا الذي تأسس في الثورة الشعبية السلمية، أن البلد كانت يا أخي أمام يعني شرعية يعني تتقمص الديمقراطية وتتغنى بالديمقراطية، لكن جوهرها هو النظام القديم، نظام الاستبداد، نظام الفساد، نظام الشمولية. فالثورة الشعبية لم يعني الذي حصل التفاف على الثورة، وحصل انقلاب بالمعنى الحقيقي على الثورة منذ ما بعد جمعة الكرامة، ثم الانقلاب الثاني أيضا انقلاب صالح وأنصار الله. وظلت الغلبة هو الصراع دار بين اتجاهين، اتجاه غلبة وقوة وهو الذي حكم في الماضي، واتجاه خيار سلمي ديمقراطي. الخيار السلمي الديمقراطي الذي عبر عنه الثورة الشعبية هذا الذي جرى الالتفاف عليه، وعجر البلد من جديد إلى القتال وإلى المواجهة وإلى حكم القوة والغلبة. وهذه القوة التي حكمت بالغلبة والقوة عجزت أن بناء دولة للنظام، دولة للقانون، دولة تستجيب لمصالح الناس، لتنمية، لبناء، للديمقراطية. عجزت أن تحقيق أي مكسب يمس مصالح الناس، وأدت إلى تمزيق البلد وحرب 94، ثم أيضا تواصل هذا التفكك ليصل إلى ما نعيشه اليوم. طيب هناك إذن حاجة لنوع من المراجعات، ما هي بنقاط سريعة، ما هي أبرز المراجعات التي يجب على الثوار عملها، أو على فبراير كمظلة واسعة عمله، كي تحقق المزيد من الإنجازات في الفترة القادمة؟ بالضبط هذا هو السؤال المهم. السؤال المهم أن هذه القوى التي اطلعت بالثورة والتي لعبت دور عظيم جدا ومهم تفككت وتوزعت على خارطة الحرب، للأسف أصبحت جزء كبير جدا منه أطراف في الحرب. فمفروض الآن التركيز على السلمية، التركيز على إيقاف الحرب، التركيز على حوار. هذه القوى التي حكمت والتي هي اليوم أساس كل المشكلة هي جزء أيضا من الحل. يعني هذه القوى كيف يستجيب الناس لدعوة وقف الحرب، لوقف سلام، لإيجاد حل في الداخل. الحل في الداخل هذه تتبنى هذه القوى الخيرة
في مؤسسات المجتمع المدني، في أحزاب السياسية كلها، وتتوافق على حل سياسي. حل سياسي لا يقصي ولا يستثني ولا يجرم ولا يدين. نعم. وأيضا ضغط دولي من قبل الدول العشر الضامنة للعملية السياسية في اليمن، الضغط على الإقليم، على أطراف الحرب، السعودية بالأساس وإيران، لإيجاد حل ومخرج سياسي كما يجري الآن في غير منطقة. فبدون حل سياسي وتوافق سياسي وتشارك مجتمعي ومصالحة مجتمعية ووطنية شاملة، ستظل البلد تعيش هذه الكارثة، وسنظل تحت رحمة المبدكين تجار الحروب الذين لا هم لهم إلا مصالحهم والتمسك بكراسيهم والعودة إلى الحكم مجددا. إذن أشكرك الكاتب والباحث الأستاذ عبد الباري طاهر، انضميت لنا عبر الهاتف من صنعاء. وأعود إلى الأستاذة نجلاء العمري رئيسة مؤسسة شراكة الشبابية. أستاذة نجلاء، هناك حديث الأستاذ عبد الباري طاهر، وكذلك هناك نقطة تطرق لها الأستاذ أيمن نبيل، أن الجانب المدني تفوق يعني أو تغلب على الجانب السياسي في المرحلة السابقة، وهذا أثر على نجاح أو نوع من تسريع عملية الانتقال بشكل جيد بالنسبة لثورة فبراير. هل تتفقي مع ذلك أم لا؟ أنا أعتقد أن حتى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي تفهم هذا الخلل، وكان هناك كانت محاولات من الكثير من الجهات الخارجية منها الأمم المتحدة في أن تبدأ في تحويل الشباب إلى كتل سياسية، وأن يكونوا قادرين على أن يكونوا حامل سياسي حقيقي للمرحلة. ولكن هذه المرحلة التي كانت متقدمة على فترة التكونات المدنية الشبابية أجهضت بسبب الانقلاب على الدولة، وعدنا إلى مرحلة الصفر. ولكن أنا أيضاً أنا أتمنى أن تكون هذه المرحلة هي مرحلة جيدة للشباب لكي يتم التحول إلى العمل السياسي بشكل مدروس وبشكل كبير. الفكر المدني مهم كثيراً في أن يصاحب العمل السياسي لكي تكون، لأن هذا هو لب التغيير في المرحلة القادمة. العمل السياسي لا يجب أن يكون بمعزل عن العمل المدني، بل يجب أن يكون مصاحب له، ويجب أن تكون هناك المؤسسات المدنية القوية القادرة على تصحيح مسار العمل السياسي كلما زل أو كلما تغير في تشكيلته الفكرية. فثورة فبراير هي عبارة عن تغيير فكري أكثر مما يكون عن مجرد عملية تغيير سياسي. هناك قضايا فكرية تصاحب هذه الثورة وهذه الهبة، يجب أن تستمر وأن يصاحبها العمل المدني ويعمل على تصحيحها وعلى تقويتها، وهذا ما يقوم به الشباب حاليا كما أرى أنا وكما هو قريب مني، أن هناك محاولات قوية من الشباب في دمج هذه هاتان الفكرتان فيما يتعلق بالتغيير المستقبلي. العملية بطيئة لأن هناك الكثير من العوائق والعرقلات التي تصاحب هذا العمل، وهناك كثير من التخاذل فيما يتعلق بدعم الشباب وتأهيله وتقديمه ليكون قائد هذه المرحلة الهامة. طيب هذا الحديث يعني هذا يعني التغير أو العمل تقصدين في مرحلة ما قبل الانقلاب والاجتياح المسلح من قبل الجماعة الانقلابية للمدن اليمنية، أم أنه مستمر إلى الآن وموجود الآن؟ أنا أقول بأنه مستمر إلى الآن، كل شيء هو مستمر حتى الآن، لأن القوى التي تشكلت هي قوى مدنية، يعني مهما تحول بعضها إلى المقاومة وإلى جانب أن الجيش أساساً هو الآن يقوم بدوره فيما يتعلق بإنهاء الانقلاب، لكن القوى المدنية هي قوى مدنية يجب أن تستمر في عملها لما بعد الحرب. يجب أن تكون جاهزة للمرحلة القادمة لتكون قادرة على إحداث التغيير وعلى إحداث التنمية في البلد وعلى إحداث التحول الحقيقي، والذي هو كان بدأ أساساً فيما يتعلق بمحاولة إيجاد دستور جديد، فيما يتعلق بتغيير القوانين، فيما يتعلق بإيجاد البنى التحتية للمؤسسات المدنية والقوى السياسية أيضاً. كان هناك وهناك أيضاً حراك قوي داخل القوى السياسية ويقوده الشباب وتصاحبه التغيرات الفكرية العميقة التي لم تسهل على الشباب أن يكون تابع
مجرد تابع لهذه الأحزاب السياسية، وإنما أصبح مؤثر وفعال وعامل للتغيير في داخل تلك الأحزاب. فأنا أعتقد بأن سيكون هناك بلورة لكل ما يحدث الآن، لكل هذا التداخلات وهذا الحراك الداخلي، سيكون هناك بلورة حقيقية على الشارع. ولكن عندما يحصل هنا، عندما يحدث الاستقرار هنا، يصعد الوجه المدني ويظهر، وتستطيع حتى القوى السياسية في أن تعمل بصورة مغايرة. طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة نجلاء وكذلك الأستاذ أيمن نبيل. سنذهب إلى فاصل قصير، بعده نستكمل نقاش في حلقة اليوم. تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من المساء اليمني. أعود إلى الأستاذ أيمن نبيل الكاتب والمحلل السياسي من ديسردن ألمانيا. أستاذ أيمن، أنت تحدثت على أن الشباب لم ينظم نفسه، هنا النقطة، هذه في هذه النقطة يعني أقصد، هل عليه أن يعني كان عليه أن يقوم بنوع من التنظيم السياسي، أن ينشئ حزبا سياسيا لأن يستمر، خاصة مع وجود الكثير من التدخلات أو النقاط التي فرضت على الثورة من قبل من ناصرها من الأحزاب سواء من اللقاء المشترك أو غيره، هل كان عليه أن ينظم نفسه؟ ماذا عليه الآن أن يفعل أيضا؟ طيب، يعني سؤالك الآن فيه شقين، ماذا كان عليه أن يفعل وماذا عليه أن يفعل الآن؟ بالنسبة للشق الأول، ماذا كان عليه أن يفعل؟ هناك طبعا طريقان، الشباب الذي شارك في الثورة، أيضا هناك شباب متحزب، قواعد شابة. طبعا تعرف أنت المجتمع اليمني مجتمع مسيس، ربما يكون أكثر مجتمع مسيس في الوطن العربي كله ربما، وتجربته السياسية وتاريخه يعني شيء مميز جدا في العالم الثالث كله في تقديري. طيب الآن الشباب كانوا يقدروا يعملوا شيئين، مش ضروري أنه كان ينتظموا في حزب، لكن هناك تجارب. يعني مثلا هناك حركة مثل حركة 6 إبريل في مصر، حركة 20 فبراير في المغرب، لكن 6 إبريل في مصر هي الأكثر يعني قوة وتماسكا، وإن حصل فيها انشقاقات، لكن كانت حركة شبابية بغير أيديولوجية واضحة، ولكن كان لها مطالب واضحة ومنظمة. كان من المفترض، طبعا نشأت في ساحات التغيير والحرية في اليمن في 2011 كثير من المكونات، وحاولت أن تعمل عملية، أن تقوم بعمليات تشبيك بين بعضها البعض في الساحات المختلفة، ولكن هذا كله فشل. كان المفترض أنه تنشأ حركات ومنظمات مثل هذه، حركات ضغط سياسية، ليس بالضروري أن تكون حركات لها بعد إيديولوجي. الإيديولوجية طبعا مهمة ونحتاجها بعدين، عن تصوراتنا بعد ذلك عن الدولة، عن تصوراتنا عن توزيع الثروة إلى آخره، ولكن في البداية هناك مطالب ديمقراطية عامة لابد كانت تحتاج إلى قوة ضغط والطرف يقول لا ويفرض نفسه، على الأقل يفرض نفسه كشريك على الأقل. هذا جانب. الجانب الآخر، كان هناك القواعد الشابة في الأحزاب السياسية، هذه أيضا ارتكبت يعني طبعا بين قوسين، ارتكبت خيانة تاريخية بحق الشعب اليمني. يعني كان من المفترض أن تقوم هي أصلا بعملية تثوير داخل البنية الحزبية، أن تفرض هي خياراتها، ولكن اتضح أن هذه القواعد الشابة لا تختلف كثيرا عن القيادات، لأن القيادات عبر عملية طويلة من الأدلجة والعملية التثقيف والخطابة وإلى آخره تماهت تماما مع القيادات. يعني بقت معها نفس التفكير، شابة في المظهر ولكن عقليتها تنتمي إلى الحرب الباردة والمحاكاة السخيفة هذه وإلى آخره. طيب الآن ما الذي يفترض بهم الناس أن يفعلوا؟ طبعا الآن في معال الآن أيضا كارثة كبرى وهي الحرب. الآن في الحرب ما نحتاجه الآن أولا استقلال، نوع من أنواع الاستقلال، استقلال مقاومة موحدة عن الحكومة عبد الرب المنصور هذه، التنسيق معها والعمل معها، ولكن الاستقلال الذاتي حتى تفرض خياراتها أو على الأقل تشارك في فرض خيارات، وتجعل المسألة كلها محسومة في يد الطبقة السياسية هذه. هذا أول شيء. ثاني شيء، على أيضا القوى الشابة، القواعد المسيسة داخل الأحزاب هذه، أن تقدم رؤية سياسية تقوم بعملية تغطية سياسية وجماهيرية للحرب. أنت ما يكفيش أنك تجي تقاتل. يعني مثلا الآن كلنا نسمع عن خطابات طائفية ضمن صفوف المقاومة، نسمع خطابات جهوية ومناطقية. الآن وظيفة القواعد السياسية أنها تقوم بعملية تغطية سياسية وجماهيرية للحرب، بحيث تعطي لها معنى وطني، معنى طبقي، معنى اجتماعي، معنى سياسي ديمقراطي. لكنك تترك الأمور كما هي، يعني زي ما يحصل الآن تتركها كذا على ما هي. هذا الآن يسمح بعد ذلك للخطاب الهوياتي، وهذه هي مشكلة طبعا.
إننا نتحول القتال أو السياسة أو المفاوضات، أي شيء يتحول إلى صراع هويات هذا مشكلة. الآن أهم واجبين يجب على الشباب أنهم يعملوا، أن المنخرطين في القتال يفرضوا وجهة نظرهم ويفرضوا استقلال نسبي، طبعا هناك طبعا ظروف واقعية لا يستطيع أحد أن ينكرها، وجانب آخر أن يقوم بتغطية سياسية وطنية للحرب بحيث لا يستمر هذا البعد الهوياتي في بعض أجزائها. تمام، جميل. طيب دعنا يعني نشرك معنا في الحوار الناشطة السياسية نجلاء النعمان من أوتاوا كندا. مساء الخير أستاذة نجلاء. مساء الخير، أهلا بك أستاذة نجلاء. لو تحدثنا معك عن انطباعاتك في هذه الذكرى السادسة نحو فبراير وأنت ثائرة في فبراير. أولا أشكرك أستاذ وجيه على هذه الاستضافة الهاتفية، إنجاز التعبير، وتحية لك وتحية موصولة لضيفيك ومشاهديك الكرام. بالنسبة للإجابة عن السؤال، أستطيع أن أختزل قيمة ومضمون وعظمة 11 فبراير في كلمة واحدة وهي الخلاص. فبراير كان الخلاص من والانعتاق من صالح ومنظومة حكمه الفاسد. نحن الآن في هذه المرحلة طوينا صفحة هذا الطاغية، وطوينا مشروعه في التوريث، وطوينا مشروعه في الفساد والإفساد في الأرض، وهذا كله بفضل 11 فبراير. ما أريد ذكر أنه البعض يقولوا أنه صالح ما زال يوثق حضوره في المشهد، لكن صدقني هذا الحضور لا يعدو كونه حضور توثيقي للمشهد الذي ينتهي إليه مصير الطغاة. يعني تقدر تقول أنه حضور طبيعي وضروري، وهذا ناموس الحياة وديدانها أستاذ وجيه. صالح لم يعد يمثل أكثر من ذلك في الحاضر، والأهم بالنسبة لنا أنه لن يمثل شيء في المستقبل. نعم. وبفضل 11 فبراير نفخت فينا الروح، بعثت فينا الأمل، وأفردت في حياتنا مساحة واسعة للتفاؤل بعد أن كان اليأس هو سيد المشهد. وأظن أن عجلة عقد التحول السياسي دارت تماما ولا يمكن أن تتوقف أبدا، وأقول أننا في طريقنا إلى النور، إلى الدولة الاتحادية، إلى الحقوق والحريات والكرامة المكفولة لكل مواطن. وما أراه أن الضامن لهذه الحركة هو 11 فبراير، ولا نحتاج لأكثر من هذا ضمان للإنسان وللوطن وللمستقبل. طيب ما طرحته جميل أستاذة نجلاء، في يعني وفقا لذلك ما هي أولوية ثوار فبراير الآن في هذه المرحلة للمضي في طريق التحولات؟ أولويات الثوار الآن استعادة الدولة، إعادة بناء دولة المؤسسات، إنجاز الفدرالية، رسم مشروع اليمن الحضاري، بناء الدولة ومؤسساتها وفقا للهوية اليمنية. يا أستاذ وجي، اليمنيون الجدد ثوار فبراير هم أمل اليمن الوحيد. نعم. طيب أستاذ نجلاء، الآن في يعني وسط ما يمر به الوطن من حرب لاستعادة الشرعية، استعادة المسار الطبيعي أو الانتقال الذي كانت تمر به البلاد، هناك نوع من الحديث عن ارتفاع في منسوب الأمل في بعض الأحيان، انخفاض فيه في أحيان أخرى. ما الذي يمكن أن يحيي ثورة فبراير في يعني في أرواح الشباب، في أرواح الثائرين بشكل عام، ويجددها بشكل من جديد، يعني أن تأتي من جديد مرة أخرى؟ بالنسبة لرد اعتبار لثورة 11 فبراير وللثوار، ما أرى أنه ما تم اعتبار يوم 11 فبراير عطلة رسمية، يعني على أهمية هذا القرار الصادر عن السلطة الشرعية الممثلة بالرئيس هادي، قرار أثلج صدورنا. لكن الثوار بحاجة إلى شيء أكبر من ذلك، تبني أسر الشهداء، احتواء الندوب النفسية التي علقت بجرحى ومعوقي الثورة. الطريق إلى ذلك لا تستدعي الكثير من الجهد إن توفرت النوايا الصادقة. هنا فقط نستطيع أن نقول أن لدينا سلطة شرعية تنسجم شعبها وتندمج معه وتواكب أحلامه وتطلعاته.
نحن جميعا مقتنعون ومسلمون بواقع واحد، وهو أن 11 فبراير سيملي إرادته على الجميع ولن يصح إلا الصحيح. تعبنا من كل شيء حقيقة، تعبنا من كل شيء، وقد آن لنا أن نرتاح، وأظن أن هذا حق شرعي ولا مبالغة فيه أبدا. إذن أشكرك جزيل الشكر الأستاذة نجلاء النعمان ناشطة سياسية، كنت معنا عبر الهاتف من أوتاوا كندا. وأعود إلى الأستاذة نجلاء العمري في أو عبر السكايب تنضم لنا من نيويورك. أستاذة نجلاء، تحدثنا عن الشباب، لكن هناك أيضا مكون ونوع من الجهة التي كانت سند كبير وربما نوع من المميز لثورة فبراير، هي العنصر النسائي أو القوى النسائية، شكلت نوع من قلب التحولات. أين هي الآن بالنسبة للمشهد اليمني؟ صحيح، العمل النسائي كان أكثر من رائع فيما يتعلق بثورة 11 فبراير، وكان هناك تغيير. نحن شخصيا الكثير من الناشطات لم يكن يتوقع أن يحدث الفروق النسائي العظيم، والمشاركة بكل ما تستطيع النساء كان رائعا، ولكن كان هناك تماهي من قبل المرأة، ودائما المرأة هي تتماهى في قضايا الوطن، فكان هناك تماهي في أن تكون القضايا الوطنية هي رقم واحد، وبالتالي هي تؤجل دائما أن تكون عنصر أساسي في هذه القضايا. المرأة دائما تحاول أن تكون مشاركا ولا أن تكون رقم واحد في القضية، وبالتالي أعتقد بأنها لم تستطع أن تتبلور ضمن تكتلات نسائية قوية وحقيقية، هي ضمن التكتلات الشبابية التي حدثت، وهي أعتقد أنها كانت من الأسباب الرئيسية في لملمة الشباب وفي تجميعهم وفي تحويلهم إلى قوى يعني مبدئيا قادرة على أن تتحول مع الوقت إلى قوى أكثر قوة. ولكن المشكلة فيما يتعلق بالمرأة أنها دائما تتماهى في الآخر. المطلوب الآن من القوى المدنية النسائية والنشطاء أن يكون هناك تركيز على تواجد العنصر النسائي أكثر، لأن الذي نستطيع أن نعتبره خلاصة للوجود النسائي اليوم هن الناشطات والعناصر المجتمعية النسائية التي عندها القوة في الاستمرار، والتي كانت موجودة أساساً قبل فبراير، ولكنها زادت قدرة وزادت قوة بعد فبراير. نحن نريد اليوم أن نعيد إخراج العناصر النسائية أيضاً الفاعلة والقادرة، ولكنها عادت إلى مواقعها كربات بيوت وكمدرسات، وعلى المرأة أن تعمل بجهد أكبر في العمل المجتمعي، حتى وإن كان لديها المهنة الخاصة بها ولديها الأسرة ولديها الانشغالات الخاصة، ولكن كما خرجت في فبراير أعتقد أنها اليوم ستخرج بعد الانتهاء من مشكلة الانقلاب في اليمن، ستخرج كما خرجت المرأة في ألمانيا لكي تعيد بناء الوطن، وهي قادرة أكثر. أنا أقول بأن المرأة كفؤة وقادرة على إنتاج يمن جديد وإنتاج الدولة المدنية الحديثة أقدر من الرجل على فعل ذلك في المرحلة القادمة. طيب دعيني أعود إلى الأستاذ أيمن نبيل. سيدة نجلاء، أستاذ أيمن، الكتلة الضخمة التي بدت إلى حد كبير متماسكة متفاهمة، وإن خرج نوع يعني جزء ممن كان منها الآن ضد فكرة فبراير، كأتحدث هنا عن الحوثيين كمكون كان موجود في فبراير سلميا لم يكن بقوة سلاحه، هل هي لازالت متماسكة بذات الشكل إذا ما استثنينا الحوثيين؟ طبعا هذا سؤال يعني معقد شوية وفيه افتراضات عليها نقاش. أول شيء، ماذا كان التوحد هنا؟ هناك كان توحد وجود علي عبد الله صالح في الحكم ونظامه، طبعا رموزه أولاده وبقية الفاسدين من كل مناطق اليمن يعني. الآن هذا التماسك كان يبدو تماسكا، ولكنه في الحقيقة شفت طالت الفترة. طبعا في اليمن هناك ظاهرة مهمة جدا، يعني في تونس أخذ 23 يوم تقريبا الاحتجاج، في مصر 18 يوم، لكن في اليمن أخذ شهور، 10 شهور تقريبا. يعني هذا أمر مش بسيط إنك تقدر تحكم أو تسير
آلاف مئات الآلاف من البشر في مكان واحد وتحفظهم من الاقتتال بينهم وحتى من الشيارات يعني، وتخلي الشيارات في حدودها. الوعي، وعي المجتمع الذي كان، وعي مجتمع الساحات الذي كان موجود كان وعي عالي ومحترم جدا، ويحتاج كثير من الدراسة والتقدير والبناء عليه بعد ذلك. الآن بعد ما طالت الأحداث، تعرف أنت عندما يعني في تحدث حوادث تاريخية ينقسم الناس بعد ذلك. يعني كان بالبداية أجت الحكومة الانتقالية، أجت المبادرة الخليجية، هناك أناس قطاع المجتمع هذا قبل بهذا، وهناك قطاع لم يقبل، ثم بعد ذلك أتت الحكومة الانتقالية وما قامت به، فانقسمت أيضا القطاعات الاجتماعية مرة أخرى، هكذا في يعني متوالية تنقسم. الآن المطلوب، نعود الآن إلى سؤالك السابق، إنه لماذا نريد أن تقوم القواعد الشابة أو الفبراريون، يعني فبراريون يعني إذا جاز التعبير، لماذا يعني ما هو دورهم أن يقوم بغطاء سياسي للحرب؟ أنه إعادة توحيد هذا كله نحو أهداف عامة وخطوات مدروسة، هذا هو الأساس الآن. لأنه هذه الكتلة كما اتضح يعني الآن أيام الثورة كانت كتلة عظيمة، لكن اتضح أن الكتلة الاحتجاجية من غير تنظيم طاقتها السياسية تبقى صفر، كان اللقاء المشترك سيير كل شيء، هناك مئات آلاف ملايين، ولكن بعد ذلك كان حفنة من القادة السياسيين يسيروا الأمور. يعني الطاقة السياسية وليس الاحتجاج، الطاقة السياسية صفر. هنا الآن السؤال الكبير، يعني كيف نقدر أن نرجع هذا كله وننظمه بحيث يعطي قوة سياسية، ترجم نفسه لقوة سياسية وليس فقط الاحتجاج الثوري. هذا هو المهم. طيب دعني أعود بسؤال أخير للأستاذة نجلاء قبل أن أعود إليك أيضا بدقيقة. أستاذة نجلاء، شركاء الثورة، الرئيس هادي كأحد من أوصلتهم الثورة إلى الحكم كمرحلة انتقالية، ما الذي يجب أن يقوموا به لدعم التحولات، يعني دعم نواة التحولات من الشباب، من مرأة أيضا أو نساء؟ قبل ذلك مبدئيا العودة إلى إطار الدولة والإنهاء كل أشكال الانقلاب، هذه رقم واحد فيما يتعلق بهذه النقطة. القضية التي تتعلق بالشباب والنساء، أو أنا أقول ما هو دور هذه المرحلة القادمة ودور حتى الكتل السياسية لكي تعيد الشباب والنساء إلى المقدمة. أنا أقول علينا جميعاً أولاً أن يكون لب التحول في المرحلة القادمة هو أن نوجد اللب الحقيقي للثورة، الخلاصة الحقيقية للثورة فيما يتعلق بإنهاء كل أشكال النظام السابق، التخلص من الفساد وملحقاته، التخلص من كل أشكال التعاملات فيما يتعلق بإدارة الحكم كأشكالية وغير ذلك. إلى جانب ذلك أن نتقدم خطوات نحو البحث عن الكفاءات الشبابية والكفاءات النسائية، أن نقدم هذه الكفاءات لإدارة العمل في الدولة. نعم. على الشباب أيضا أن يكون لديهم اليوم الحس الثقافي السياسي، أقصد الحس السياسي الكامل والقدرة على تحمل تبعات المرحلة القادمة، وأن يتخلص من المثالية والنموذجية التي يعمل سنة بها. طيب أستاذ نجلاء، أعود بعودة أخيرة إلى السيد أيمن نبيل. الأستاذ أيمن، خيارات فبراير في هذه اللحظة الوطنية التي يعني يبدو فيها السلاح هو أقرب للواجهة، هل عليها أن تمضي باتجاه الحسم مع السلطة الشرعية، أم أن عليها أن تعمل إلى جوار ذلك لتحقيق نوع من المشاريع المدنية في هذه اللحظة؟ أتحدث اللحظة الحالية أصلا تفرض أيضا يعني الآن في مناطق محررة. أوكي، مناطق المحررة هذه لا يكفي فقط أنك تحررها من الحوثي وبعد ذلك تستني الناس تثق فيك وتؤمن بشرعيتك، لابد أن يحصل عملية تنظيم داخل هذه الأماكن، داخل هذه المدن. طبعا الدولة هي العامل الأساسي، المجتمع أستاذ وجيه وبقية يعني أقول كذلك المشاهدين، يعني أذكر الجميع وأذكر نفسي أنه المجتمع لوحده ما يعمل شيء، الدولة هي تقود التغيير، تقود حكم القانون. نعم. تقوم بفرض الأمن، بعد ذلك الحراك الاجتماعي يستطيع. نعم. أن يساهم في هذا ويبدع ويقوم بعملية إنتاج. الآن فبراير السلاح موجود، انتهى الموضوع، لن نبكي الآن ولن طبعاً كنا ما نشتي حرب ولا حد يشتي الحرب، لكن الحرب موجودة الآن، نستمر في هذه الحرب للأسف، ولكن بفرض، لكن في ظل أفق ديمقراطي وعدالة. نعم.
ونهدف إلى بناء الدولة التي خرج اليمنيون أساسا لبنائها بكل مكوناتها من حرية وعدالة ديمقراطية وإلى آخره. إذن أشكرك أيمن نبيل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من ديسردن في ألمانيا، وكما أشكر الأستاذة نجلاء العمري رئيسة مؤسسة شراكة الشبابية كانت معنا عبر السكايب من نيويورك، كما أشكر من كان معنا الأستاذ عبد الباري طاهر والأستاذة نجلاء النعمان، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجهي السمان وتحيات الزملاء محمد المقبلي معد البرنامج والزميل منصور النقاش منتج البرنامج وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.